وزارة الخارجية العراقية تبلغ وزارة التعليم العالي في مناطق سيطرة النظام بسحب اعترافها بالشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات العامة والخاصة في هذه المناطق. ما هي أسباب هذا القرار؟ وإلى أي حد وصل الفساد في مرفق التعليم العالي في الجامعات العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام؟ ما هو تأثير هذا القرار على مصداقية الشهادات الجامعية السورية؟ ما المستفيد من هذا التزوير؟ ما هي الآليات المعتمدة في جامعات المناطق المحررة لكشف الوثائق المزورة؟ هذه بعض الأسئلة التي نطرحها على ضيوفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضايا. شهادات نظام، شهادات حكومة مؤقتة، شهادات مجلس. كلها. كل الشهادات مشكوك فيها ولا كل الشهادات؟ الصحيحة والمزورة، كل شهادة أو كل وثيقة، إن كان كشف علامات مصداق التخرج، أي وثيقة حسب وضعها نبدأها ونحط لها التقرير الخاص فيها. سؤال، كل الشهادات كل الشهادات تخضع للتدخير أم مشكوك فيها؟ كل بالنسبة للشهادات السنوية، كل الشهادات السنوية اللي الطلاب بيسجلوا فيها بالجامعة تخضع للتدخير. حتى لو كان صدر عنها. حتى لو صدر من عنها، لأنه أحيانا بتصير حالات تسجيل. أنا مثلا عندي هاي أنا وثيقة مزورة. كم يسوى مثلا؟ هاي شهادة سنوية. أستاذ سليم الحلاق، حضرتك مدير شؤون الطلاب والامتحانات المركزية في جامعة حلب في المناطق المحررة. بدي أرحب فيك. أهلا وسهلا. بداية بدي أسألك، يعني ما هي العلاقة بين عملكم في جامعة حلب في المناطق المحررة وبين الشهادات المزورة التي تصدر الآن عن جامعات النظام العامة والخاصة؟ أنت تعرف يعني القرار الصادر عن الخارجية العراقية بسحب الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن النظام سواء كانت عامة أو خاصة. بداية أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. نحن عملنا بمديرية شؤون الطلاب والامتحانات المركزية هو تدقيق الوثائق والأوراق اللي بيقدموها الطلاب للتسجيل في الجامعة. نعم. بغض النظر عن مصدر الشهادة أو الوثيقة، يعني نحن بندقق كل عام دراسي، بداية كل عام دراسي الشهادات السنوية للطلاب اللي بيسجلوا بالجامعة، إن كان صادر عن وزارة التربية لدى النظام أو الشهادات العربية والأجنبية أو الشهادات الحكومة المؤقتة أو الشهادات المجالس المحلية، كل شيء طلاب أو أي طالب بيسجل بالجامعة بيقدم براءه أو وثائقه للتدقيق. طيب. عنا. كمان في عنا كمان الطلاب المنقطعين عن جامعات النظام وتركوا جامعات النظام والتحقوا بالجامعة عنا أو بحبوا يلتحقوا أو بدوا يلتحقوا بالجامعة عنا. نعم. بيقدموا مثلا كشوف علامات، إشعارات تخرج، مصدقات تخرج، كمان هاي تخضع على تدقيق عنا بمديرية شؤون الطلاب والامتحانات المركزية. حتى الطلاب اللي بدي يدرسوا دراسات عليا، حتى الطلاب اللي بدي يدرسوا بمراحل الدراسات العليا كمان بيخضع على التدقيق، إن كان مصدقات تخرج أو تشوف العلامات لطلاب الماجستير أو لمرحلة الدكتوراه حتى. طيب. حكي لنا عن يعني حجم التزوير في الشهادات الجامعية أو المصدقات أو الوثائق الصادرة عن جامعات النظام العامة أو الخاصة. تمام. اللي وصلت عنكم في على الأقل في العامين الأخيرين. هلا الوثائق اللي وصلت عنها مزورة بداية، يعني مثل كشوف علامات مثلا، أنا بعطيك أرقام حتى يعني تاريخ بداية العام أو حتى تاريخ 20/7. تمام. نعم. مثلا كشوف درجات صادرة عن الجامعات السورية بيختلف إن كان دمشق ولا حلب ولا تشرين ولا الواس. نعم. ولا أي جامعة، هن 114 كشف مزور خلال العامين الماضيين. من أصل؟ من أصل 1500 كشف. نعم. تمام. الشهادات السنوية كمان 120 شهادة. نعم. مزورة من أصل 2100 شهادة تقريبا. نعم. مصدقات التخرج الصادرة عن جامعة السورية 13 مصدقة تخرج. نعم. من أصل 350. نعم. مصدقة. تمام. يعني أستاذ، يعني هل هذه النسبة كبيرة ومن شأنها أن تؤثر في مصداقية الشهادات أم أنها نسبة طبيعية يعني وقد تكون في أي دولة؟ هلا هي تعتبر نسبة كبيرة بالنسبة لخلال عامين دراسيين مثلا، لأنه أنا اليوم مثلا عم أقول لك 114 كشف مزور خلال عامين تقدم أو خلال 3 أعوام، فهي تعتبر نسبة كبيرة. وغالبية التزوير عم يصير عم يتعرض الطلاب عنا للخداع أو للنصب من قبل معاقبين معاملات او من قبل متعاملين مع الجامعات، عم يدفع الطالب رقم او مبلغ خيالي للحصول على وثيقته او كشف علامات مشان يحسن يكمل دراسته،
وعم يتم النصب عليه بإحضاره أو إحضار يحضر له وثيقة مزورة. يعني من يقدم لكم الوثيقة المزورة ليس بالضرورة أن يكون لمصلحته تم تزوير، وإنما لا. نعم. من استفاد من هذا التزوير. نعم بالضبط، يعني غالب التزوير عم يتعرض فيه الطالب اللي بده يجي يكمل دراسته عنا للتزوير أو للخداع أو للنصب من قبل اللي عم يجيب له الوثيقة أو كشف العمل أو المصدقة التخرج. شبكات عند شبكات تعتبر شبكات، يعني من كان من شعبة امتحانات أو شؤون الطلاب أو أي موظف في الجامعة التي يحضر له الكشف. يعني من يملك سلطة إصدار هذه الوثيقة هو الذي يقوم بتزوير. تمام. طيب يعني هل لديكم معلومات عن تقريبي عن الأموال التي تتقاضاها هذه الشبكات مقابل إصدار هذه الوثائق المزورة؟ تمام. وقت برجعنا الطلب أو عندما يأتي الطالب لتدخيل شهادته أو الشهادة الثانوية أو كشف العلامات أو المصدقة، وبعد أن نخبره بأن الوثيقة مزورة يخبرنا بأنه دفع مبلغ خيالي، أحيانا يصل مثلا شهادة ثانوية بيقول لي أنا الطالب جبتها $200، كشف علامات 500 أو 700، أحيانا $1000 حسب وضع الطالب، مصدقات تخرج أحيانا فوق $1000. هاي الارقام يعني الطلاب عم يدفعوا، احيانا عم يجي الطالب يعني ترجعنا يعني قلت له بقول له انا الوثيقه مزوره والاختام التوقيع حتى البيانات، بيقول لي هي علاماتي، بيقول حتى علاماتك ايه، بس الكشف او الوثيقه ما طالعه من بجهه رسميه او بوضع نظامي. اذا كيف يتم الحصول عليها؟ شبكه. تمام. شبكه تتعامل مع موظف بجامعة ما أو عن طريق أقارب أو يقوم بإحضار علامات الطالب من سجلات أحيانا، ولكن الأختام والتواقيع تكون غير صحيحة. نعم. يعني وأحيانا الخطة الدراسية أو المواد حسب السنة الدراسية للطالب الذي كان يدرس في هذا الموقع، مثلا أنا طالب بجامعة ما بهي الكلية بهذا العام، بعرف أن الخطة الدراسية تبعه غير الكشف اللي جايبه الطالب أو غير أسماء المواد الموجودة فيها، فأحيانا يكون يعني الموضوع موضوع فساد. الموضوع موضوع فساد وموضوع تزوير من هذا الموضوع. نعم. نعم. طيب ما هي الآليات التي تعتمدوها أنتم في جامعة حلب في المناطق المحررة في سبيل كشف هذه الوثائق المزورة؟ تمام. الجامعة تعمل جاهدة على تدقيق جميع الوثائق بالإمكانيات المتاحة. يعني اليوم الجامعة عندها لجنة تدقيق وثائق خاصة بالجامعة، عندنا خبير جنائي تعاقدت معه الجامعة من عدة سنوات من أجل تدقيق الوثائق، وهو معتمد في أغلب مؤسسات العمل في المحرر. عندنا كمان المواقع الرسمية، يعني مثلا اليوم برجع على موقع مثلا أي جامعة للأعوام السابقة أو الأعوام القديمة، بطلع على الخطة الدرسية، بطلع على أسامي المواد. عندنا أيضا لجنة تدقيق خاصة، لجنة تدقيق أخرى بالجامعة تقوم بتدقيق المحتوى العلمي أو الخطة الدرسية للكشف أو للوثيقة أو الشهادة الثانوية، وأيضا قواعد البيانات المتوفرة لدى الجامعة. يعني قواعد البيانات الموجودة لديكم عن الجامعات السورية، الجامعات السورية ووزارة التربية أيضا بخصوص علامات أو درجات الشهادات الثانوية. نعم. ايضا من جهه اخرى تقوم الجامعه ايضا بالتنسيق مع وزاره التربيه بارسال الشهادات الثانويه للتدقيق في وزاره التربيه والتعليم، ان كان الشهادات الصادره من وزاره تربيه النظام، الشهادات الاخرى ايضا الشهادات العربيه الاجنبيه كلها يتم تدقيقه ومصادقته في وزاره التربيه والتعليم في الحكومه السوريه المؤقته. استاذ سليم، يعني ما هي اشكال التزوير؟ تمام. اشكال التزوير متعدده، بدايه او ابسطها مثلا تعديل درجات الطالب، يقوم الطالب تعديل او يقوم الجهه التي اصدرت له الكشف او الوثيقه بتعديل الدرجات. تمام. تعديل احيانا الاختام التوقيع، تكون اختام التوقيع غير صحيحه. ايضا هناك نوع من التزوير، ايضا طالب راسب يعطى او يبدل اسم الطالب باسم طالب اخر ويعطى وثيقه انه ناجح، وهو يكون الطالب غير الوثيقه لغير طالب في نفس نموذج، في نفس النموذج الرسوب، ولكن تغير الاسماء او العلامات، تغير الاسماء العلامات، ارقام الاكتتاب مثلا، درجات الطالب مثلا في الكشوف العلامات، مصدقات التخرج ايضا. هناك وصلتنا عده مصدقات مزوره صادره عن النظام. اشكرك استاذ سليم الحلاق. حياك الله استاذي، مدير شؤون الطلاب والامتحانات المركزيه في جامعه حلب في المنطقه الحره. شو المواد الإسلامية؟ أستاذ عدنان سليق، حضرتك مدير مكتب السيد وزير التربية في الحكومة السورية المؤقتة وأيضا عضو لجنة مطابقة الشهادات الثانوية في الوزارة. بدي أرحب فيك في برنامج قضايا. بداية بدي أسألك أستاذ، يعني هناك قرار من الحكومة العراقية بسحب الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات الخاصة والعامة عند النظام. السؤال فيما يخص الشهادات الثانوية،
التي أنتم معنيون بمطابقتها من حيث التزوير، سواء كان صادرة عن جامعات النظام أو كان صادرة عن مناطق أخرى أو حتى عن المناطق المحررة، وسواء كانت تستخدم في جامعات المناطق المحررة أو في جهات أخرى كمنظمات أو غيرها، ما هو حجم التزوير في هذه الشهادات الصادرة عن النظام التي تأتيكم لمصادقتها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة نحن بوزارة التربية في عنا لجنة متخصصة في موضوع مصادقة الشهادات الصادرة عن النظام، نسميها الشهادات السورية لأنه هي شهاداتنا مو شهادات النظام. نعم. هي نقطة. النقطة الثانية كمان ممكن نجري معادلة للشهادات اللي آتتنا من برا، مثل الشهادات التركية بدي تعين هون عنا بالداخل أو يدرسوا عنا بالداخل، نعمل معادلة شهادتهم بما تناسب أو تعادل شهادة الحكومة السورية المؤقتة. نعم. وفي عنا شهادات تأتي من دول عربية مثل الشهادات السعودية، شهادات جمهورية السودان، الجامعة الأفريقية اسمها بجمهورية السودان بتصدر شهادات بكالوريا، كمان بيجري لها معادلات عنا. هاي بالنسبة لمهام اللجنة اللي عم تقوم بمصادقة الشهادات. حقيقة أثناء جولتك بعملك بمصادقة الشهادات ومتابعتها، طبعا نحن في عنا داتا موجودة بتتأكد من صحة الشهادة ومن صحة تواقيعها، من صحة علاماتها وبياناتها، كل شيء كل شيء بتعلق الشهادة بتأكد منه، حتى من البنية الخارجية والشكل الهيكلي للشهادة تحقق من دقته تماما. نعم. طبعا بيجينا شهادات كتير، في بعض الشهادات مثلا قد نشك شك ما متيقنين، شك شك بصحتها، نطلب قرينة من المسؤول أو صاحب الشهادة. يعني شو القرينة؟ مثلا هو كان مطلوب جيش، يعني بالجيش العربي السوري ومعه دفتر جيش، بكونوا مؤجل على أساسها، فمهم بحال أنه يتيقن أنه هي الشهادة مو مزورة. نعم. ممكن يكون هو مسجل جامعة قبل الثورة ومعه بطاقة جامعية. نعم. متأكد أنه هي الشهادة مو مزورة أكيد صحيحة. نعم. أما ممكن يجينا شهادة مزورة، إيه في حجم وعنا عدد لا بأس فيه من عدد الشهادات تجينا مزورة، وحتى في منهم شهادات توحي لك بالمظهر الخارجي انه صحيحه، لكن حقيقة بياناتها، توقيعاتها، علاماتها، حتى ارقام الكتاب بيكون مزور. هل هناك نسبه يعني لهذه المزورات في النقل؟ بدايه العمل كانت نسبه كبيره، حاليا نتيجه الضبط والمتابعه والملاحقه للامر يعني المنظمات مشكورين كثير، عم يبعثوا لنا انه يتحقق من صحتهم، بصحه شهادات اللي بدهم يتوظفوا عندهم. جامعة حلب، جامعة شام، جامعة نهضة، الجامعات الثانية ببعثوا طلب ليساقوا شهادات طلابهم حتى تحققوا أن الشهادات صحيحة ولا غير صحيحة. نتيجة الضغط هاد وقف يعني سيل التزوير، أما بالقبل كان سيل، كان تجيك شهادات مزورة مهبة ودم، يعني نسبة كبيرة، كانت بالبدايات نسبة كبيرة. طيب عندكم مكتب خدمة المواطن في عنتاب في تركيا؟ نعم. وظيفته يعني المصادقة. تمام. وهناك يعني يطلب أعداد كبيرة من الشهادات التي يراد مصادقتها. نعم. للعمل في كافة المنظمات أو القطاعات المؤسساتية أو نعم. المنظماتية أيضا، يعني حجم الوثائق المزورة هناك نفس الأمر، بما أنه هناك عنده المنطقة شبه مفتوحة فممكن يصير عملية تزوير أسهل من عندنا، حتى من عندنا كمان ممكن تجيهم شهادات، كتير شهادات أجتهم مزورة، لكن أني حقيقة ما بياخذوا الشهادات المأخوذة الصورة، ياخذوا شهادات الختم الحي، فضابطين الأمر أكثر، أنه أنا ما بصادق لك شهادة إلا إذا كانت بختم حي، أما إذا كان صورة على جوال أو صورة ممسوحة سكانر يرفضوها تماما. هل لديكم إمكانية يعني تقنية وفنية بمصادقة جميع الوثائق والشهادات الثانوية أو حتى الإعدادية الصادرة عن مناطق النظام؟ إيه طبعاً، نحن في عنا مثل ما حكينا بداية في عنا قواعد بيانات القديمة، وفيها التي حالياً الشهادات الموجودة على مواقع الوزارة التربية عند النظام، في عنا شهادة من 2014 وجاي بياناته كلها موجودة على الموقع. ممكن هناك إمكانية، في إمكانية تماماً، هاي جانب. جانب تاني في إمكانية ضبط الأختام، ضبط التوقيعات، يعني الجانب الجنائي نحسن نسميه، اللي ضبط الشهادة فيما خبرات جنائية، يعني خبرات جنائية تماما، يعني عندنا خبراء جنائية موجودين ويتعاون معنا ويتعاون معهم، وإذا كان في عندنا شكك بشهادة ممكن نحولها لهم وبيتأكدوا من صحتها ومن سلامة توقيعاتها وأختامها. طيب أستاذي، قديش يعني نسبة الجهات التي تطلب
مصادقة وزارة التربية في حكومة مؤقتة على الشهادات الثانوية الصادرة عن مناطق النظام؟ تقريبا مناطق الشهادات الحكومية كل شيء له وزارات حكومة العلاقة بالحكومة بيطلبوا من مصادقة شهادات البكالوريا اللي تصدر عن شهادات والمنظمات منظمات غالبية المنظمات طبعا المنظمة تحترم نفسها ما بتحب توظف إنسان عشوائي أو أن يحمل شهادة مزور أو كذا فبيبعتوا لنا بيصادقوا شهاداتهم عننا نحن مصادقين. بخي سؤال أخير يعني إذا كنا نسأل عن حجم التزوير في الشهادات الصادرة عن مناطق النظام وإذا نسأل يعني عن حجم التزوير في الشهادات الصادرة عن المناطق المحررة الثانوية أو الإعدادية بالنسبة لشهاداتنا صعب ليه؟ لأنه بياناتها مكشوفة دغري مباشرة فالطالب ما بتجرأ ممكن تصادف واحد بالألف يعني أثناء تسجيل البكالوريا صدفت معي جتنا شهادة من حكومة مؤقتة على أساس أنا مجرد ما طلعت برقم الاكتتاب عرفت أنه فيها لعبة فمباشرة قلت لأنت الطالب أنت مزورة ما هيك عملت ضبط وجهها ومشيت أما حقيقة بالنسبة لل يعني لشهاداتنا صعب تزويرها السبب ليه؟ لأنه بكل أريحية يمكن كشفها هنا يتم تزوير المصادقة يعني كنا في جامعة حلب قبل قليل وقالوا بأن هناك عدد لا بأس فيه من الشهادات الثانوية الصادرة عن النظام تم تقديمها إلى الجامعة وثبت أنها مزورة لكن التزوير تبين أنه لمصادقة وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة وليس للشهادة الأصلية ايوه عم يزوروا قراراتنا يعني قصدك او تصديقاتنا ايه ممكن يعني الامر عذرا منك يعني الختم ما في ضبط له يعني انا ممكن اقول عن صانع اختام اعطيه 2000 ليره سوري او ما يقارب نقول 50 ليره تركي بيعطيني ختم بحسن طج ختم باي لحظه فالامر يمكن لكن كشف التزوير سهل بالنسبه لشهاداتنا بسبب وجود اصول وجود اصول تماما يعني حتى الوزارة هنيك بالجامعة بيعطونا مثلا شوفونا هالشهادة هي حكومة مؤقتة فنرجع نحن على داتا اللي عنا ونتأكد من سلامتها ومن صحتها المعهد الصحي حاليا ما بيسجل أي طالب إلا ما يجي يصادق عنا سواء كانت من مجالس محلية صادرة مجالس محلية دينيكليك سواء كانت شهاداتنا للحكومة المؤقتة أو شهادات النظام أو أي شهادة ما بيرضى يسجل طالب ليجي ياخذ مصادقه من عنا ومختومه ختمه ايضا شهادات المجالس المحليه وشهادات الحكومه المؤقته التي تحتاج الى دينجلينج تحتاج الى مصادقه من قبلكم بالنسبه للمجالس المحليه هن بيعملوا دينجلينج بتركيا بيجيبوا لنا من تركيا نحن حتى طلابنا يسجلوا بالجامعه بدون مصادقه الحكومه المؤقته يعني يسجلوا بجامعه حلب بدون مصادقة الحكومة المؤقتة على الدينيكليك نحن كيف نعتمد؟ نعتمد على التوقيعات الموجودة ونعتمد على الداتا يعني في بعض مجالس محلية بعثتنا الداتا في الدينيكليك 21 في له باركود انت بتمسح الباركود ببين معك اسم الطالب والدينيكليك تبعه موجودة على الباركود نفسه بناء عليه بنتأكد من سلامة الدينيكليك شكرا أستاذ عدنان حياك الله حياك الله بارك الله فيك شكرا لك بدي رحب فيك دكتور عماد برق حضرتك رئيس مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة حاليا وعضو أيضا هيئة تدريسية في جامعة حلب في المناطق المحررة وكنت سابقا عضو هيئة تدريسية في عدد من الجامعات السورية وخاصة البعث وتشرين حضرتك
حياك الله. أهلا وسهلا فيك دكتور إيمد. حضرتك قرأت مثل ما قرأ الجميع يعني قرار وزارة الخارجية العراقية بسحب اعترافها بالشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات السورية العامة والخاصة. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الآن العراق بالرغم من العلاقات الممتازة بينه وبين نظام الأسد يسحب اعترافه بالشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات السورية العامة والخاصة؟ هل هذا القرار انفرادي يخص العراقيين لحادثة ما، أم أن الموضوع تراكمي؟ فعلا الشهادات الصادرة عن الجامعات السورية العامة والخاصة ليس لها مصداقية. حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. طبعا من القضايا المهمة جدا في قضية الشهادات الجامعية وهي المصداقية، وبالتالي الحكومة العراقية أصدرت قرار بسحب الاعتراف عن الشهادات الصادرة عن الجامعات السورية لدى النظام، طبعا مناطق النظام. هذه حالة طبيعية. طبيعية. هذه حالة طبيعية لأن الفساد مستشري في من سنوات والآن مستشري، لكن على ما يبدو الحكومة العراقية اقتنعت بأن تسحب الاعتراف والاعتمادية للشهادات عن الشهادات الصادرة من الحكومة السورية أو من جامعات النظام. وبالتالي هذه نتيجة تراكمات وليست حالة استثنائية أو حالة عرضية، لأنه كما ذكرنا هي حالة طبيعية. نعم. وأتوقع الآن يعني قرار الحكومة العراقية هي بداية القرارات لكثير من الدول التي ممكن أن تسحب الاعتراف والاعتمادية الشهادات الصادرة عن جامعات النظام. دكتور، في التعريف يعني قلنا بأنك كنت عضو هيئة تدريسية في جامعتي البعث والتشرين، هل يعني لمست أمثلة حقيقية على الفساد الذي يمكن أن يعني يجرح مصداقية الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات العامة والخاصة عند النظام؟ طبعا نحن من خلال تجربتنا، هل وصل الفساد إلى الكادر الأكاديمي والتدريسي في الجامعات وإلى آلية منح الشهادات؟ طبعا أنا أتحدث من خلال تجربتي لمدة طويلة، لمدة 20 سنة في الجامعات السورية. نعم. وكنا نشاهد حقيقة يعني الفساد الموجود لدى الموظفين، لدى الكادر التدريسي، أعضاء الهيئة التدريسية، ولكن لا حول ولا قوة لدينا، لأن النظام قائم على منظومة أمنية، وبالتالي أي كلام، وخاصة هؤلاء الذين كانوا يعني يرتشون أو مثلا يعني يخالفون القوانين والقواعد الأخلاقية، مدعومين من أمنية من فروع أو من مثلا فرع الحزب أو مؤسسات أخرى بالأصل هي فاسدة. وبالتالي نعم، كان هناك يعني أعضاء هيئة تدريسية موظفين فاسدين. يعني على سبيل المثال، أنا لاحظت من خلال عملي في إدارة يعني كلية التربية في جامعة حمص، جامعة البعث، في فساد في موظفي لدى موظفي الامتحانات، موظفي والامتحانات مثل البنك حقيقة، بنك لعلامات الطلاب، لقيد الطلاب كذا. يعني إذا حصل أي تزوير لطالب لعلامة طالب في السجلات لا تظهر في الشهادة، وبالتالي الشهادة تظهر من حيث الظاهر صحيحة، ولكن هناك تزوير وفساد في عمل الموظف حتى في سجلات، تلاعب في سجلات الطلاب. يعني أنت الآن تقول التزوير ليس فقط في شكل الشهادة، البطاقة للشهادة، التزوير حتى في سجلات الطلاب بمنحهم معدلات وعلامات عالية أو حتى إنجاحهم في العلامات على حساب طلاب آخرين. أكيد هذا الأمر أكيد. وبالتالي أنا أتوقع لدى الحكومة العراقية معلومات دقيقة حتى الفساد الموجود لدى الموظفين في الجامعات. طيب. وبالتالي يعني هذا الأمر أثر على مصداقية الشهادة، واضطر الحكومة العراقية لسحب اعترافه بالشهادة السورية، لأنه ليس من الأمر السهل، خاصة هناك علاقات سياسية، علاقات دبلوماسية، علاقات قوية جدا بين العراق والنظام. نعم. الحكومة العراقية والنظام. وبالتالي أنا أتوقع أن الحكومة العراقية وصلت إلى أعلى مستويات، أعلى مستويات بالتأكد من عدم مصداقية هذه الشهادات أصدرت. يعني المواطن السوري كان يرى أن هناك استسهالا في منح شهادات الدكتوراه الفخرية لبعض المسؤولين. نعم. في النظام، سواء كانوا مسؤولين يعني إداريين أو سياسيين أو أمنيين، وكانت هذه الشهادات إما تمنح من الداخل جامعات سورية أو من الخارج. نعم. من دول لها علاقات مميزة مع النظام، خاصة جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا. نعم. هذه يعني جمهوريات يعني معروفة تاريخيا أنها تمنح شهادات
بطريقة يعني فيها رشاوي أو بيع أو شراء وإلى آخره. طيب. دكتور، أنت رئيس مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، يعني كم هي أعداد الشهادات الجامعية التي وصلت إليكم من جامعات النظام العامة والخاصة والتي اكتشفتم فيها تزويرا في هذا العام والعام الذي قبله؟ يعني ما هي مصداقية الشهادات السورية لديكم؟ طبعا أنا حابب بس نوع على نقطة، أنه حتى النظام بذاته يصدر في كل سنة قرارات بسحب شهادات من موظفين أو من مسؤولين لا من أعلى المستويات بسبب التزوير. نعم. بسبب التزوير أو بسبب آخر في عدم مصداقية الشهادة. نعم. يعني حتى النظام ذاته يسحب الشهادة. نعم. نعم. طبعا بالنسبة لموضوع تدقيق الشهادات والتأكد من مصداقية الشهادة، نحن كمجلس تعليم العالي من ضمن مهام المجلس هو المصادقة الشهادات المتخرجين الحاصلين على شهادات جامعية من سوريا مثلا أو من خارج سوريا. نعم. من جامعات غير سورية. ومن ضمن أعمالنا طبعا التأكد من الشهادات الصادرة من جامعات النظام. الآن طبعا مجلس التعليم العالي كمجلس تعليم أصدرنا قرار بعدم قبول الشهادات الصادرة عن جامعات النظام من عام 2018 وما بعد. لماذا؟ هذا القرار بسبب يعني الكثير من الشهادات التي وردت إلينا لمجلس التعليم العالي وهي مزورة وبنسبة عالية، يعني يمكن يعني تقريبا من كل 10 شهادات في عنا 5-6 شهادات صادرة من عند النظام تكون مزورة، وبالتالي هذا الأمر يعني بحاجة إلى يعني حقيقة حتى الشهادات التي نتأكد منها نخشى أننا مثلا أخطأنا أو هناك ثغرة في هذا الأمر لم نتأكد منها وبالتالي تكون مزورة، وبالتالي نحن عندنا آلية للتأكد من الشهادات الصادرة سواء من جامعات النظام أو من دول أو جامعات أخرى. بالنسبة لموضوع التأكد من مصداقية ودقة الشهادة وصحة الشهادة، فنحن نتبع آلية واضحة. سأتكلم عن الآلية، لكن قبل ذلك يعني أريد أن يعرف السادة المشاهدين، لماذا تقومون بالتأكد من مصداقية الشهادات الصادرة عن الجامعات السورية عند نظام الأسد؟ هل لأسباب إكمال الدراسات العليا في جامعات المناطق المحررة؟ أم أن هناك أيضا أمور أخرى مثل العمل لدى المنظمات تمام. في المناطق المحررة؟ طبعا يعني هناك فرص كثيرة لأصحاب الشهادات في المناطق المحررة في سوريا، ونحن ضمن هذه المناطق نعمل في الشمال، خاصة في الشمال السوري. فبسبب أنه تقدم المتخرجين لوظائف سواء في المنظمات، منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية أو الأممية العاملة في المناطق المحررة أو المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، يعني حتى لا تمر شهادة يعني لأي خريج تكون مزورة، فنقوم نحن كمجلس تعليم العالي بتدقيق الشهادة للتأكد من صحتها اولا ومن ثم مصداقيتها. طيب هل لديكم الامكانيه للتاكد من ذلك؟ يعني ما هي الوسائل المتاحه لديكم؟ تماما. طبعا هناك اليه للتاكد من الشهادات، في عنا اكثر من يعني خيارات للتاكد من الشهاده. الخيار من يعني احد الخيارات هو التاكد اذا كان هناك موقع او رابط لجامعه اصدر منها الشهاده الجامعيه، فنتاكد اذا كان الاسم موجود ام لا. لا نكتفي بذلك لأنه أحياناً قد يكون الاسم موجود ولكن الشهادة الورقية مزورة. نعم. يعني معلومات صحيحة موجودة ولكن الشهادة غير صحيحة، وبالتالي نحول الشهادة إلى خبير جنائي متعاقد مع مجلس التعليم العالي ومع الجامعة ولديه الخبرة وحاصل على شهادة مهنية لتدقيق الشهادات بطريقة جنائية يعني بمواصفات يعني معينة ومهنية، وبالتالي يصدر تقريره عن الشهادة وفق آلية معينة على سبيل المثال الدراسة الفنية والمقارنة للوثيقة موضوع الشهادة، يقارن بين الشهادة الصحيحة 100% والشهادة الآن المعروضة موضوع المضاهرة موضوع تماما للدراسة، وبالتالي يتأكد من التواقيع ويتأكد من الأختام
ماشي طبعا اكيد يعني هناك يعني خبرات جنائيه يعني كثير من المميزات التي يفترض البحث تماما فيها. ومن ثم يقارن ذلك وبنهايه الامر يصدر تقريره يا اما الشهاده مزوره او الشهاده صحيحه. نعم. هذه الامور طبعا معممه كما ذكرنا لمنظمات المجتمع الاهليه والمؤسسات الحكوميه والجامعات ايضا، لانه ممكن ان يكون صاحب الشهاده يرغب او يريد ان يكمل الدراسات العليا في الجامعه حتى يتأكد يكون عضو هيئه تدريسيه تماما الجامعة. واكتشفنا شهادات حتى لمرحله الدكتوراه. نعم. يعني في صاحب شهاده دكتوراه اكتشفنا ان الشهاده على أساس صادرة من مناطق النظام أو جماعة النظام طيب. فتبينت أنها مزورة. طيب دكتور طبعا أنتم لديكم يعني آليات ومعايير في أنظمتكم للتحري عن التزوير. السؤال الأخير يعني وبعجالة دكتور، برأيك يعني إلى أي حد الآن هناك مصداقية واعتراف دولي بالشهادات الصادرة عن جامعة العامة والخاصة لدى النظام، وإلى أي حد سيؤثر يعني سحب الاعتراف من الحكومة العراقية في الجامعات العامة والخاصة في هذه الشهادة؟ مثل ما ذكرنا يعني إن شاء الله يعني خطوة الحكومة العراقية اللي حقيقة تفاجأنا يعني بهذه الخطوة، وتأكدنا أن الحكومة العراقية لو ما أنا متأكدة من موضوع يعني عدم مصداقية الشهادة لما أصدرت القرار. لكن إن شاء الله هذه الخطوة الأولى، أتوقع أن دول كثيرة ستتبع العراق والحكومة العراقية بسحب الشهادات ومصداقية الشهادات الصادرة عن جامعة النظام. أتوقع أن هذا الأمر سيؤثر سياسيا على النظام وقانونيا حتى، لأنه صار في عدم اعتراف بالشهادة. وأهم شيء بالنسبة للعمل سواء الأكاديمي أو للوظائف وموضوع الشهادة. دكتور، يخطر على بال المشاهد الآن سؤال يعني استطرادا من السؤال الأخير، لمصلحة من يتم التزوير؟ من الذي يقوم بتزوير تماماً هذه الشهادة؟ تماما الموضوع التزوير لمصلحة النظام قولا واحدا، لأن هناك فساد. نعم. هناك قبض أموال، هناك رشاوي، كل هذه الأمور ترجع لشبيحة النظام من المسؤولين والموظفين إلى آخره. نعم. هذا الأمر كفائدة مادية، كفائدة مادية تعود إلى النظام قولا واحدا لشبيحة النظام حتى في الجامعات وفي الموظفين. دكتور، هل أصبحت التزوير باب الاسترزاق والتجارة؟ باب الاسترزاق وعرف عند النظام وتجارة حقيقة وتجارة واستغلال استثمار وتجارة كما يقوم بتجارة المخدرات، بتجارة أمور ثانية غير شرعية وغير قانونية وغير أخلاقية. الآن مصدر من مصادر التمويل لدى النظام هو موضوع تزوير الشهادات، ومكلفة جدا على وسحب العملة تماما. حتى أنا سمعت يعني معلومات أنه النظام يعني يقوم بالتزوير وقبض الأموال بالدولار، يعني حتى بالنسبة لتزوير الشهادة بالمقابل الدولار، لأنه يريد عملة صعبة. نعم. وبالتالي يعني هذا من طبيعة النظام حقيقة من سنوات، لكن الفساد منهج موجود أبدا. الفساد منهج. حياكم الله دكتور عماد بدر، حياكم الله، رئيس مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، شكرا لك. أهلا وسهلا، حياكم الله. الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، إلى قضية جديدة وحلقة جديدة، نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.